حياكم الله من جديد. تزخر المملكة بمواهب فذة من أبنائها تخطوا حدود المحلية وحطت أقدامهم على الخارطة العالمية بكفاءة عبر المحافل والمسابقات الدولية. حديثنا في هذه الفقرة حول أحد الشباب السعوديين والذي تمكن من الفوز بالمركز الأول في أحد المسابقات العالمية، وذلك في قسم اكتشاف الثغرات الأمنية، كما حقق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام. معنا من جدة ومن استديوهاتنا في جدة خالد الشمراني، عضو هيئة تدريب معهد الإدارة العامة ومطور أحد الأدوات. حياك الله معنا خالد. حياك الله أستاذ الغالي. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. شكرا لكم. الله يحييك. شكرا لك أستاذ جمال، شكرا لك. الله يحييك. خلينا نبدأ إذا سمحت لي خالد من يعني عن طبيعة مشاركتك اللي حصلت فيها على المركز الأول في قسم اكتشاف الثغرات الأمنية من المسابقة. وش يكلمني عن المسابقة هذه، وش فكرتها، كم كانت مدتها؟ تفضل. طيب، أول شيء أستغل الفرصة نتكلم عن هذه المسابقة العالمية اللي تصنف الآن من أقوى المسابقات العالمية في اختبار البرمجيات. وكما تعلمون يعني اليوم احنا نمثل الوطن في هذه المسابقة بحد ذاتها يعني هو منجز. الحديث عن هذه المسابقة هي تعتبر من الاتحاد الأوروبي للمؤتمرات، وتصنف من المؤتمرات الأقوى على مستوى العالم، تصنيفها من A إلى A2. طبعا شاركنا بأداة سعودية مطورة من قبلي أنا وفريق عملي، وهي بنسبة طبعا 95 إلى 99% من محدثكم الأستاذ خالد الشمراني. فيما يتعلق بالمسابقة، المسابقة يعني الدخول إليها يعتبر من الصعب، لأن هناك متطلبات لأهلية هذه الأدوات للدخول في غمار هذه المسابقة. اليوم احنا نفتخر بأداتنا FUSPMC لمجرد دخولها في التصفيات النهائية اللي تشارك كبار الأدوات في هذا المجال، في مجال السوفتوير تيستينج. طيب، انت حققت ايضا المركز الثاني خالد على مستوى جميع الأقسام الأخرى. وش الأقسام الأخرى اللي نتكلم عنها ايضا؟ حصلت على المركز الثاني مقابل ماذا؟ نعم، طبعا المسابقة تحتوي على قسمين، القسم الأول لاكتشاف الثغرات وهو الأقوى والأبرز، ويعني غالب الأدوات تحاول قدر الاستطاعة أن تأخذ الميدالية الذهبية في هذا القسم، في حين القسم الثاني يتحدث عن مدى تغطية الأدوات للكود الهدف الذي يمرر لجميع المتسابقين. اليوم احنا يعني نتكلم على مركز ثاني في جميع الأقسام، وهو يعني رقم يعني تفاجأت به صراحة في بداية الأمر، وهو منجز الحمد لله على كل حال. بل أن الفريق الذي معي ممثلة بمشرف الدراسي الدكتور لوكاس كوريدو من جامعة مانشستر، لعلي تذكرت أول الأيام حينما يتحدث ويقول لي شخصيا، يقول أنا أتوقع منك خالد أن تصل يعني من الرابع إلى الثالث، ونتمنى أن هذه الأداة تتأهل من ضمن صفوف الأدوات الكبرى في مثل هذه المسابقة. اي، وش استخدامات هذه الأداة يعني تحديدا؟ طبعا سؤالك جميل. هذه الأداة طبعا استخداماتها في أنها تساعد بشكل كبير إذا ما أرادت منظمة معينة أن تتحقق من السوفتوير المستخدم في هذه المنظمة من خلوه من العيوب وخلوه من مختلف أنواع، خلينا نتكلم عن البروبرتيز اللي هم يسمونها هنا، الأشياء اللي من خلالها نتحقق على مدى أهلية وعدم وجود هذه الثغرات المتنوعة أشكالها. مثل كان دخلنا، ما نبغى نأخذ المشاهدين أكثر وأكثر في التعمق، لكن نتكلم عن البفر أوفر فلو، واحدة من أشهر المشاكل في السوفتويرات على مستوى العالم. كم خذ منك وقت تطوير هذه الأداة خالد؟
سؤالك جميل استاذ جمال. طبعا هذه الاداه تم تطويرها زي ما ذكرت لك، يعني من قرابه سنه كامله على تطوير هذه الاداه. ولعلي اذكر هنا واستغل الفرصه هنا اتكلم بشكل صريح معكم، ان تبدا في مشروع طالب دكتوراه ومن ثم تدخل على مدار سنه كامله، ومن ثم اثرت علينا جائحه كورونا، ومن ثم نتكلم عن العمل عن بعد من خلال المنازل داخل المنازل، ليس مثل طبعا العمل داخل اللابات والمختبرات الموجودة في جامعة مانشستر. هذا ربما كانت يعني عوائق كبيرة واجهناها، ولكن الحمد لله تم طبعا أخذ هذه العوائق إلى تحديات للوصول لهذا المنجز السعودي اللي نفخر فيه جميعا. ابقى معنا خالد، ننتقل للفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حديثنا معك. فاصل. حياكم الله من جديد. حديثنا عن الإنجاز السعودي لخالد الشمراني من خلال اكتساحه لصدارة العالم في اكتشاف الثغرات الأمنية، وهو ضيفنا من استوديوهاتنا في جدة. حياك الله معنا مجددا. أسألك خالد وبعود لك بس شوي على المسابقة تحديدا والأجواء العامة حقت المسابقة، كيف تصف التنافس اللي كان موجود وقت المسابقة بينكم وبين الفرق الأخرى؟ سؤال في مكانه استاذ جمال، انت اسئلتك ما شاء الله رنانه. الله يوفقنا اياك ان شاء الله جميعا. ان شاء الله فيما يتعلق بالمسابقه، كنا احنا فيما يتعلق بالمسابقه والمنافسه، لعلي تحدثت كثيرا مع المقربين لي من اخوان واصدقاء عن التنافس الشديد اللي وجدناه من قبل الادوات القويه على في هذه المسابقه. اتكلم على دولتين من الهند والمملكه المتحده، كان التنافس الى اخر ساعات من اغلاق المسابقه. انت اليوم تتكلم عن بدينا في يعني اتذكر ذيك الايام الصعبه، نحن نطور اداتنا لتصل بالنقاط، لانه عندنا ما يسمى بالبري رن، بامكاننا نرى نتائجنا في نفس الوقت نقارنها مع النتائج الاخرى، ومثل الامر هذا للادوات الأخرى. فأجد كلما أطور في أداتي اليوم أتقدم بنتيجة 320، ومن ثم تأتي الأداة فريفاز وتتقدم علي في اليوم الثاني 325، وهكذا وهكذا إلى أن وصلنا لمرحلة اللي يجب أن نشيد بها الآن. هي اليوم جمعنا 405 من النقاط في اكتشاف الثغرات الأمنية، وهو رقم بعيد جدا عن أقرب المنافسين لي في أتكلم عن الأدات الهندية بقرابة 20 نقطة كما تشاهدون الآن في شاشتكم الموقرة. نعم. وهو طبعا هذا الامر اللي تسمح لي استاذ جمال انوه. نعم. ايضا انه لما تتكلم عن اداه FUSBMC فهو مشروع طالب دكتوراه، يعني ناهيك اذا مقورن مع الادوات الاخرى اللي مدعومه من شركات كبيره مثل اداه الفريفاز، مدعومه من اداه شركه تاتا اللي هي منتشره فروعها على مستوى العالم بما فيها المملكه العربيه السعوديه. صحيح. ايضا نتكلم عن اداه كلي، الاداه العظمى في بريطانيا والتي يتباهى بها الجميع في بريطانيا. اليوم احنا نتقدم على هذه الاداه البريطانية ونرفع راية العلم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل. إلى أي مدى يمكن أن 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 تكون هذه الأداة منتج تجاري يعني يمكن طرحه بالأسواق وحتى الاستثمار فيه؟ طبعا من احدى الشروط الموجوده في المسابقه ان تكون هذه الاداه اوبن سورس، او ما يسمى بان متاحه للجميع لنظر اليها والعمل عليها وربما الاستفاده منها ايضا، لانه الغرض الرئيسي لمثل هذه المسابقات استاذ جمال هو مشاركه جميع العالم بالمنجز اللي نسويه، وجميع ايضا الاخوان في الادوات الاخرى لنصل لمرحله ان احنا نسد هذه الثغرات اللي اليوم هي حديث الاسبوع، حديث الشهر، وحديث السنوات ايضا لسنوات ماضيه. كلنا اليوم نحاول قدر الاستطاعه ان نبتعد بعيدا عن الهجمات الالكترونيه، اليوم لما نحاول نحمي انفسنا وانظمتنا من هذه الهجمات يجب من خلاله نعمل مثل هذه المسابقات. طيب قلت لي ان المسابقه فيها يعني جو منافسه عالي جدا كما ذكرت، لكن حصولك على المركز الاول ابغى اعرف منك من هي الدول اللي شاركت في هذه المسابقه تحديدا؟
طيب سؤال جميل استاذ جمال. عندنا دول مختلفة شاركت في هذه المسابقة. اليوم نتكلم على المملكة المتحدة تمثلت لأداتها الكلي، واليوم نتكلم على أداة أيضا فيريفاز ممثلة بالهند، وهي أداتين من أكبر الأدوات، بالإضافة لليب كليزر الأداة الألمانية اللي حصلت على اللقب في النسخة الثانية من هذه المسابقة السنة الماضية، أداة من التشيك، أداة من أستراليا، أداة من طبعا بلجيكا، أدوات مختلفة موجودة يعني شاركت بشكل كبير، مطورين مختلف الجنسيات. اليوم نتكلم على أداة يعني كان لها اسم كبير في هذه السنة، مطورة من المطورين من دولة اليابان، والعديد من الأمور هذه اللي احنا بصراحة يعني ما اطلعنا لها كثيرا بقدر ما نطلع للذهب والميدالية الذهبية استاذ جمال. صحيح، وانت حصدت الذهب ما شاء الله عليك. ولأنك حصدت الذهب خالد، اليوم أسألك يعني مشروع بهالحجم بهالمنافسة القوية جدا وعلى مستوى عالمي، وذكرت انها من اهم يمكن المسابقات في 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 مجالك او في المجال اللي تعمل وتدرس فيه، ابغى اروح للجانب الشخصي وهو عملك على هذه الأداة. ايش كثر الوقت اللي اخذته منك؟ ايش كثر الجهد اللي اخذته منك؟ البحث يعني على ما يقولون، اعطيني اللي خلف الكواليس، يعني كيف كان يتم العمل؟ للأمانة أنت حديثك على مثل هذه الأمور، مجرد الحديث معي يشعرني بالتعب لأني للأمانة يعني عانيت الأمرين زي ما ذكرت لك. العمل عن بعد يتعب بشكل كبير، مما يجعلني أحاول بقدر الاستطاعة أني أتواصل مع الأخوان في جامعة مانشستر للعمل على سيرفراتهم، وتعلم يعني الاتصال عن بعد ليس يعني يقارن بما إذا كنا في اللابات الموجودة في الجامعة. لكن نعم، كنا يعني بين قوسين لا نرى النوم في أيامنا، لأننا نصادف تحدي كبير خصوصا الشهر الأخير من المسابقة. اليوم لازم تطور، إذا رأيت الأداة الثانية تتقدم يجب أن تسهر طوال الليل. وهنا أيضا يجب أن نذكر نقطة، أنا اليوم في آخر سنوات في آخر أيام هذه الأداة كنت موجود في المملكة العربية السعودية، وفريقي أيضا متنوع، واحد منهم في المملكة المتحدة وذا اختلاف الوقت، واثنين منهم من دولة البرازيل، وأيضا اختلاف في الوقت يعني دعانا نكون يعني أونلاين كل الأوقات يعني. صحيح. خالد، سؤال الأخير لك، وش خططك المستقبلية؟ طموحك يعني أين سيقودك إذا كنت يعني تفكر في 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 مشاريع مستقبلية؟ للأمانة احنا عندنا عروض، لكن لا يعني بصراحة يعني أني أذكرها الآن لأنها دور تحت الدراسة الآن، وهي يعني منجز أيضا ومشرف عفوا لنا جميعا للعمل في مثل هذه العروض التي تأتي بنا. لكن لو سألتني إيش اللي أفكر فيه، أنا أفكر بصراحة أني أستمر بهذا الأداء، وهنا أطالب يعني الكثير من الأخوان في القيادات المملكة العربية السعودية أن يعني يكونوا معنا في هذه الأداء، لأن هي ممثلة للمملكة العربية السعودية. ولعلي خلينا أستهل هذه الفرصة أستاذ جمال، أن أود طبعا أستهل هذه الفرصة لأن أزف أحر التهاني والتبريكات أستاذ جمال لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى ولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وإلى منسوبي ومنسوبات معهد الدار العامة، وإلى أبناء هذا الشعب العظيم. لما تكلمني إيش الخطوة القادمة، إحنا نبغى بصراحة هذا الدعم الموصول، وهو مشكور أيضا لكل من دعمنا ودعا لنا في أثناء مرحلة المسابقة ومن قبل. أنا رجل مبتعث من قبل حكومتنا الرشيدة في سنوات مضى لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم لم يكن يعني بصراحة يقتصر فقط على مرحلة معينة، كانوا معنا لأول يوم، من أول يوم إلى آخر يوم، واليوم
امتد ايضا الدعم الى ان وصلنا لدراسه الدكتوراه في جامعه مانشستر. شكرا لجميع المنسوبين، شكرا لجميع الاخوان، شكرا لهذا الوطن المقدام. احب بس تسمح لي ان اشيد بالكلمه اللي ذكرها ولي عهدي الامين الامير محمد بن سلمان عندما زرع الثقه في شبابنا، حينما ذكر انا اثق بشده لشباب هذا الوطن. اليوم ترجمنا هذه الثقه بان اخذنا هذا العلم السعودي وجعلناه يرفرف في اعلى واقوى المسابقات العالميه. احسنت، وانتم كذلك يعني كنتم على الوعد. شكرا جزيلا لك، موفق ومسدد باذن الله في خطواتك المقبله. خالد الشمراني، عضو هيئه التدريب معهد الاداره العامه ومطور احد الادوات المهمه والتي فاز فيها في المركز الاول في احد المسابقات العالميه. كل التوفيق لك ولكل شباب الوطن في خطواتهم المقبله. نصل الى ختام، يا هلا، الى اللقاء.